يا شباب، هذا الكابتن محمد ابراهيم. محمد ابراهيم هيدخل معانا التحدي، او هو هيدخل مع نفسه تحدي اخسر وزنك في 30 يوم. اليوم اول يوم هيشتغل معايا، نشوف الوزن كم، هو هيقول وزنه كذا، وهنصور تمرين صغير، وان شاء الله هحاول انه كل يوم اصور حلقة، او ممكن اصور الحلقات كلها واجمعها في فيديو واحد وانزلها. فيا شباب ممكن تقعدوا يعني تخبروني، هل انا اعمل كل يوم حلقة ولا كل الحلقات اضيفها في فيديو واحد؟ اتكلم يا محمد ابراهيم. هلا كابتن، ايش اخبارك؟ الله يعطيك العافية، انا من محبينك. الله يعطيك النادي العافية، هذا تسلم. ما دخلت النادي هذا الا من فيديوهاتك وتشجيعك. الله يعطيك للناس. العافية، تسلم. واحاول اني قد المسؤولية ان شاء الله. ان شاء الله. والحين انا معاكم محمد ابراهيم، وزني 96، وان شاء الله في خلال 30 يوم يشوف المدرب ان شاء ايش الله. بيسوي معنا. ان شاء الله، يلا بدينا. بسم الله. كذا خلصنا اول يوم، حاجة كانت بسيطة. عاوز بس ان الناس انه تشجع الكابتن ابراهيم الشيخي، حاول تشجعه في الفيديو ده بالذات، لانه هو حيشوفه، هو متابع معنا وما في حاجة جابته الا الفيديوهات. هو حيكون متابع على التعليقات، يا ريت الناس تعلق له وتشجعه تحفزه كده، لانه معه 30 يوم وان شاء الله يتغير فيها باذن الله. ان شاء الله يعطيك العافية. الله يسلمك.